النهارده هنعمل مع بعض خضار مشوي في الفرن بطريقه سهله جدا بسيطه وطعمه في منتهى الجمال. وزي ما قلنا الوصفه تنفع صيامي، تنفع كمان للناس النباتيين، تنفع للناس اللي عامله دايت، تنفع لحاجات كتيره جدا، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم قوي. يلا بينا نبدا ونقول مقاديرنا مع بعض. وجالي كده تعليق ان انا اقول المقادير بالراحه علشان نقدر نسمعها كويس ونكتبها وراكي. يلا بينا ونقول المقادير واحده واحده. عندي كيلو من البطاطس الصغيره اللي هي الجديده اللي طالعه صغننه دلوقتي، هتلاقيها متوفره كتير في السوق، هنغسلها بقشرها وهنستخدمها. عندنا كمان كيلو من البصل القورمة اللي هو الصغير خالص، هنشقه بالنص وهوريكي دلوقتي ازاي. نص كيلو من الجزر متقطع حلقات بس تكون سميكه شويه. نص كيلو كوسه متقطعه حلقات سميكه. ونص كيلو مشروم صحيح بحاله. ونص كيلو من الطماطم الشاري. وعشر فصوص ثوم. دي مكونات الخضار اللي معانا. اقدر ازود عليها؟ طبعا نقدر نزود بروكلي، قرنبيط، اي حاجه متوفره، مكعبات بتنجان زي ما انت عايزه وزي ما تحبي، واي حاجه متوفره عندك في السوق. التتبيله بقى بتاعت الخضار بتاعتنا النهارده هتكون عباره عن نص كوبايه من الزيت، عندي كمان نص كوبايه ميه، مرقه خضار فوريه دي طبعا متوفره في السوبر ماركت، معلقه صغيره من الزعتر الناشف، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا النهارده، والمقادير سهله وبسيطه، وزي ما قلنا هنحط اي نوع خضار احنا بنحبه او متوفر معانا في السوق. يلا بينا بقى نشتغل. زي ما قلنا هنحاول نجيب الخضار بتاعنا سواء البطاطس او البصل صغيرين جدا. تمام، البصل هسيبه بحاله بس هاخده من نص كده بالسكينه، وهوريكم دلوقتي ان احنا هنشقه بس نصين من غير ما نفصله عن بعضه. بسم الله، ادي البصلايه، هجيب السكينه كده عشان نوريكم عملت فيها ايه. بسم الله، البصلايه نمسكها كده وهشقها اتنين بس مش هكمل للاخر. تمام، وهكذا كل البصل اهو كله بقى معمول تمام بالشكل ده عشان يستوي في الاخر، برضو الاقي البصلايه على بعض ما لقاهاش كل حته راحت في حته. تمام، المشروم معانا سليم وبحاله، والمشروم ما بيتغسلش، المشروم بفوطه نظيفه مبلوله بمسحه كويس جدا وبستخدمه. تمام، الجزر والكوسه متقطعين حلقات تكون سميكه شويه ما تكونش رقيقه عشان تتحمل معايا في الفرن. تمام، البطاطس معانا دي بطاطس صغننه بس قسمتها نصين عشان برضو تستوي معايا بكل سهوله، وبقشرها، القشره مفيده جدا طالما اغسلها كويس قوي زي ما قلنا قبل كده واتفقنا لازم يكون عندي سفنجه في المطبخ مخصوصه لغسيل الخضار. وادي الطماطم الشيري، تعالوا بينا بقى نجهز التتبيله وبعدين نشوف هنعمل ايه في الخضار. هنجيب يلا ويسك كده، وهنزل بقى البهارات اللي معايا، معلقه صغيره من كل حاجه، ادي البابريكا ودي دي مرقه الخضار الفوريه. تمام، التوم الباودر والبصل، عندي كمان كمون، دي الكزبره، ادي الزعتر. حطينا هنا ايه؟ حطينا كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، حطينا الملح والفلفل، وحطيت كمان نص كوبايه الزيت، وهبدا اضيف دلوقتي الميه نص كوبايه برضو. الزيت هنا تقدري تستخدمي زيت زيتون، زيت نباتي عادي، اي نوع زيت بتحبيه، تقدري كمان انك انت تقللي الكميه شويه. تمام، مفيش مشكلة، بس أنا عشان عاملة النهاردة كمية خضار كبيرة. دي التتبيلة الحلوة قوي قوي اللي هتدي طعم حلو جدا جدا للخضار اللي احنا هنشويه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب صينية فرن، ايه دي صينية الفرن، والخضار بتاعنا كله بقى، ادي البصل، الكوسة، وادي الجزر. على فكرة الحلقة دي طلبت مني يوم الاربعاء. وادي البطاطس، وادي المشروم، الطماطم الشيري بس هحطها بحالها. تمام، والثوم، فصوص الثوم، واحط نص كميه البقدونس، واخلي النص التاني عشان يبقى فريش كده نقدمه اول ما نخرج الخضار. هقلب بقى الخضار ده، ملاحظين بقى كميه الالوان وتنوعها، الخلطة الجميلة بالبهارات الحلوة اللي احنا حطيناها، هنبدأ نوزعها فوق الخضار اللي احنا حطيناه في الصينية وقلبناه مع بعضه.
واوزع بقى التتبيله علشان توصل لكل الخضار بتاعنا. ملاحظين ما حطيتش غير نص كوبايه ميه بس، لان الخضار بطبيعته بيبقى فيه نسبه ميه كبيره هتنزل معانا في الفرن. تحفه، خلصت. ده الخضار بتاعنا. بعد لو حابه اقلبه تاني برضو في التتبيله مفيش مشكله، عشان اتاكد كده ان كله جه عليه التتبيله زي الفل. الالوان لوحدها مبهجه، كميه الخضار دي حلوه قوي، تبقى جميله شكلا وطعما وموضوعا. فهندخلها بقى دلوقتي من غير ما اغطيها ولا حاجه، هدخلها الفرن على الرف الوسطاني من وقت للتاني، هديها تقليبه بحيث ان هي ايه عايزاها مشويه مش مسلوقه. تمام، يلا بينا على الرف الوسطاني علشان تتشوي على درجه حراره 200. بسم الله. تمام، مش هشغل الشوايه، هي الفرن من تحت بس على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني، ومن وقت للتاني هدي تقليبه للخضار بتاعنا علشان كله ياخد نفس التسويه. نقفل الفرن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، الروايح تحفه بجد، والشكل كمان مبهج ومبهر. بصوا معايا كده، تحفه. هخليها اخر حاجه اطلعها. بصوا بقى شكل الخضار عامل ازاي. طبعا هو كان محتاج يقعد كمان ربع ساعه في الفرن علشان اخد اللون اللي انا عايزاه. تمام، بس هو استوى وبقى جميل جدا. يلا بينا. بسم الله، تحفه جدا. ولا ريحته بقى مش قادره اقول لكم جميله قد ايه، والقيمه الغذائيه اللي فيه حاجه كده في منتهى الجمال. خفيفه كمان على المعده، كميه الخضار وتنوعها تدي طبعا فيتامينات كتير. على فكرة والصوص اللي نازل منه ده اوعي ترميه، حطيه في صوصيرة كده وحطيه رشيه فوق الخضار هيديله لمعة. انا بصراحة من المنظر جعت. طبعا كل حاجة استوت، انا كنت عايزة بس لون بسيط، بس هي كل حاجة استوت. واو بجد، ملاحظين كده حتى وانا بغرف البطاطس خلاص خدت السوا بتاعها كامل، ودي اكتر حاجة بتغيب في الخضار اللي معانا. يبقى بالتالي كل الخضار استوى 100%. هنكفي على كده. تمام، سريعا سريعا. بسم الله، عندنا بقى فاكرين بقيه البقدونس اللي احنا قلنا هنحط شويه في الخضار وهنسيب شويه كده نزين بيهم. بس كده هايل جدا. في مفارش تانيه. ايه رايكم في اطباقنا النهارده؟ يعني اطباق سهله جدا بسيطه، بس في الاخر نتيجه بجد في منتهى الجمال.